المشاركه في هذا الدوري ديال المرحوم طاهر الرعد. كنا حنا جينا باش نشاركوا على اساس الوجود باش يديروا دي ماتش ديالهم، ولكن الحمد لله تتنا هذا الفينال وجاب الله التيسير هنا. كنشكر جميع الفعاليات ديال هذا النادي هذا ديال هذا النادي كما قلت لك اسمح لي انا، وكنشكر المدير السي بوشعيب الحاج بوشعيب راه على الاستقبال، وكنشكر جميع الفعاليات ديال هذا النادي. شكرا. كيفاش شفتي المستوى ديال الوليدات اليوم بصفه عامه؟ الحمد لله عشان نقول لك الوليدات اليوم كانوا في المستوى الكبير فاجئوني بزاف، بحكم راك عارف لعبنا دي ماتش بزاف هذا العام، وكنت خايف ملي يكون زعما كاينه لا بلوسير وغيكون العياء. الحمد لله كنشكرهم بزاف الوليدات لان سفروا بزاف وتبارك الله كان ديك الروح القتاليه الحمد لله عطات الثمار ديالها. واش كنتو عارفين انك ما تفوزوش؟ والله ما نكذب عليك الا خويا ما كناش عارفين غادي نفوز، وانما كنا عارفين راسنا غنقدروا نمشيو بعيد، ولكن الحمد لله بالفضل ديال الوليدات وبالفضل ديال الحاج رحال اللي كي دائما كيعاوننا بالغالي والنفيس كنشكروه بزاف بزاف، وكنقول له الله يرحم الوالده والوالد. شكرا رحال، شكرا شكرا لجميع الفعاليات وتبارك الله عليكم. تحيه لكم. شكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.